فكرة الأخطاء الشائعة اللي احنا دايما بنسمعها. ودايما بنعرف كده ان الست اول ما بتتجوز والراجل احنا عايزين نخلف، طالما اتجوزت يبقى لازم يكون في بيبي، لازم يكون في طفل. اول شهر عدى، تاني شهر يلا الام بقى والحما، ايه ده انتوا اتاخرتوا، انتوا بقالكم شهرين متجوزين، انتوا ازاي كل ده وما بتدروش تروحوا عند الدكتور ولا تسالوا ولا تعرفوا ايه سبب التاخر، فيلا نروح عند الدكتور عشان نعرف احنا اتاخرنا ولا ما اتاخرناش. امتى يا دكتور نقول ان احنا كده اتاخرنا ومحتاجين نبتدي نروح نتعالج؟ اكيد الكلام اللي بتقوليه حضرتك ده صحيح 100% بيحصل، مش صحيح طبيا لكن بيحصل 100%، وبنشوفه كتير في عياداتنا وكل زمايلنا بيشوفوه، ان الواحده اول ما اتجوزت عايزين شهر التاني لو ما حملتش تبقى مصيبه، والمشكله بقى ان تبتدي الام وتبتدي الحما والجاره والسلفه وكله يزن 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 عليهم بيتعبهم. طبعا احنا طبيا والمكتوب في كتب الطب ان عشان نبتدي الواحده تبتدي تدور او تروح للدكتور مش بعد، مش قبل سنه، بس بشروط ان هيبقى الزوج متواجد في علاقه منتظمه يعني مثلا حوالي ثلاث مرات في الاسبوع. تمام. الزوج مش بيسافر. احنا بنشوف دلوقتي مع الظروف الاقتصاديه في ازواج بيسافروا خارج مصر، في ازواج شغلهم بيحتم عليهم ان هم يباتوا فترات كبيره بره البيت، فطبعا ده بيأثر على فتره تواجد الزوج، بتأثر على الحمل. فامتى تروح؟ احنا بنقول 12 شهر على الاقل اللي هي سنه، لكن كل الناس كده لا، يستثنى منها واحده اتجوزت وسنها فوق ال 35، واحنا كلنا عارفين ان بعد 35 التبويض بيقل. صحيح. ومخزون البويضات بيقل وتبتدي بقى فرص الحمل نفسها تقل. يبقى ال 35 دي مش هتستنى لما بعد سنه وتبقى 36 و37 و8 وهكذا، اللي مخزونها ضعيف مش هتستنى لما المخزون يضعف اكتر وتروح. في نقطه كمان، والدتها دورتها الشهريه خلصت بدري، يعني انقطع عندها الطمس مثلا في سن صغير، فدي برضو لازم تبقى عامله حسابها، هي لا عملت تحاليل عرفت مخزونها ايه، ولا وهي برضو متجوزه مش في سن صغير ولا سن كبير، لكن لازم تبقى عارفه الدنيا اخبارها عندها ايه، لان ده في جزء وراثي. تمام. خليني اقف عند حضرتك في نقطه حضرتك قلتها، فكره مخزون التبويض عندها ضعيف، هل معنى كده ان التحاليل بتاعت مخزون التبويض والحاجات دي كلها دي بتتعمل قبل الجواز يا دكتور؟ لا بص، مش لازم تحليل مخزون البويضات قبل الجواز. هم قبل الجواز بيتعمل اللي هي الاستمار، بيتعمل المخزون ضعيف عندها، ما هي لما بتروح تكشف بقى تعرف المخزون ضعيف. طب ده في حاله لو هي عدت ال 35، لكن احنا بنتكلم على لو اصغر من كده، واحده عندها 25 26 فمش هتهتم غير بعد سنه. هل ده طبيعي ان يحصل مخزون ضعيف؟ مش طبيعي، لكن بيحصل. بيحصل لكن بيكتشف ايه؟ بيكتشف في التحليل. نضيف، لو حبينا نضيف على تحليل قبل الجواز تحليل مخزون يبقى كويس، تحليل هرمونات يبقى كويس، بحيث ان برضه هي متجوزه عارفه، لان في ناس كمان عندها انقطاع طمس مبكر او عندها فشل في المبايض في سن صغير، وده كله طبعا ما بيظهرش غير اذا كان بالتحليل او بالسونار، او هي بتبقى عارفه من خلال دورتها اذا كانت منتظمه او مش منتظمه. بنبدا يا دكتور بقى بالفحوصات في حاله تاخر الانجاب، بالفحوصات عند الزوج الاول ولا عند الزوج؟ هو الزوج عنده كم فحص؟ واحد، هو فحص واحد للزوج، فلازم نبتدي بالزوج قولا واحدا، واللي تروح وتتعالج وتفضل تتعالج وتروح للدكاتره وتيجي جوزها ما عملش تحاليل ما تروحش. انا بتجيني حاله واقول لها جوزك يعمل تحاليل، للاسف وعلى مش هقول يعني ان ناس تعليمهم ضعيف، لا ده ناس تعليمهم عالي وبيرفضوا يعملوا التحليل. فانا بالنسبه لي مثلا لو انت زوجك ما عملش التحليل، انا اسف حضرتك ما تجيش غير لما جوزك يعمل التحليل، الا لو هي عندها مشكله انا بعالجها لها لغايه ما جوزها يعمل التحليل، او انا بظبط لها حاجه معينه، بظبط لها هرمونات، عندها كيس، عندها تكيسات، عندها مشكله، اوكي تيجي. لكن انا شايف انها كويسه لو سمحت ما تجيش غير لما جوزك يعمل التحليل، لان في ناس بتبقى فاكره ان الدنيا كويسه عندها ومجرد ما نعمل التحليل تبقى لا الدنيا مش حلوه، والمشكله ساعات احيانا تبقى مشكله بسيطه قوي ومع شويه فيتامينز الدنيا تتظبط، بس طبعا الزوج بقى في ناس بتتكبر انها تعمل التحليل. فطبعا رقم واحد تحليل الزوج، ده رقم واحد رقم في القصه واحد كلها. الزوج. رقم واحد في القصه، هو تحليله وانتهى وشكرا ومش عايزين منك حاجه تاني خلاص. حتى لما الزوجه تقول لي طب هو يجي، لو هيجي عشان مشاركه روحيه مثلا سبورت ماشي، لكن هو انا مش محتاج منه اكتر من تحليل واحد، فانت مش اكتر. ده السيده بتيجي وتعمل تحاليل وتعمل سونار مره واثنين وثلاثه وعشر، وتعمل تحاليل مره واثنين وثلاثه، وممكن تاخد منشطات وتاخد حقن وانت مش اكتر انك تعمل تحليل واحد. تمام.